هي التخطير القياسي. النموذج المستخدم هو الكيروسين. نستخدم الكيروسين لغرض رسم منحنى التخطير القياسي للكيروسين، فناخذ مقدار 100 مل من الكيروسين ونحطه بالدورق، دورق الغليان، ونبدي نحط الدورق بالجهاز، نثبته زين، وبنهايه الدورق نحط السداده وبها الفتحه بها المحراب. نبدي ناخذ قراءات، اول نقطه تنزل تتكثف وتنزل اللي هي حتكون ناخذ درجه الحراره، حتكون هي الانيشال بوينتنج بوينت، نقطه الغليان الابتدائيه. نستمر في عمليه التقطير ونسجل درجات حراره، وهي كل 10 متقطر، فعند العشرة حتكون 10%، نسجل درجه الحراره 20% درجه الحراره. نستمر في عمليه التقطير الى ان نصل قريب 100 مل 100 او 100 تقريبا قريب 100 نبدا نتوقف، فهي حتكون نقطه نهايه الغليان. طبعا يعتبر من الخصائص جدا مهمه، نقيس من عندها نرسم من عندها منحنى التقطير القياسي، ومن عندها نعرف كل منتج نقطه بدايه الغليان ونقطه نهايه الغليان، وفي الكميات اللي تتقطر عندنا كلها في 20% نعرف ايش قد كميه درجه الحراره، ايش قد ب 30 لكل مشتق نفطي.